طيب لو اتكلمنا عن القصه هنا في انضمام الناشئين وقصه النجاح واللي ممكن ده بقى ليه تاثير على اللي جاي، بتشوف لو مثلا قلنا ان النهارده ابدع عناصر معينه من الناشئين وممكن مثلا لو شاركوا بعد كده هل ممكن نشوفهم بقى خلاص ضمن القائمه الاساسيه مثلا قريبا؟ يعني خليني اعرف منك برضو ازاي ممكن تمشي. والله هي على حسب كل رؤيه طبعا الجهاز الفني مستر موسيماني ورؤيه ايه المكان اللي عندي مشكله في النادي الاهلي. انا في مشكله ايه عندي مكان ايه، فببدا ابص في قطاع الناشئين اللي عندي. اولا ببص عندي في البديل الاول، لو لقيت البديل في مشكله برضو فببدا ابص في قطاع الناشئين، هبدا ادخلهم في وسط التمرين الاول. الموضوع ما بيخشش كده مره واحده، لا بيخش التمرين شويه، بيخش ماتشات الوديه او زي بطوله الرابطه دي، وابدا اديله الثقه شويه بشويه، وهبدا ادخله في المباراة الرسمية برضو شوية شوية، ما حدش بيلعب مرة واحدة طبعا، خصوصا ان الفترة دي الاصابات فيها يعني اكرم توفيق وبدر بنون لسه هنعرف كده. عندنا يعني مشاكل ربنا يشفيهم ان شاء الله، كل حاجة بسيطة باذن الله. بالنسبة لبنون طبعا اصابة طويلة شوية لاكرم، انا بقول من وجهة نظري اكرم اتحسد، الكلام كان عليه كتير الفترة اللي فاتت. والله فعلا. ممكن اللعيبة بتوعنا فعلا بيتحسدوا، كان كتير جدا. هو الحقيقة مفار حسد الحاسدين والله. اكرم لعيب جامد جدا فعلا، وقوي وراجل وكل حاجة حلوة. صح فعلا، اتمنى ان شاء الله تكون إصابة هو رباط صليبي، بس على حسب بقى انت وجدعنتك انت ربنا وشطارتك انك ترجعها بسرعة. اتمنى ان شاء الله اكرم من اللعيبه المميزه جدا، بس برضو عايز اتكلم نقطه مهمه جدا، محمد هاني واداؤه المباراه اللي فاتت كان على اعلى مستوى. طمنا كجمهور النادي الاهلي ان محمد هاني لو لعب في مكانه، اللي محمد هاني حجز المكان ده فترات طويله جدا. محمد هاني لما يلعب ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه، لا محمد هاني قادر ان هو يلعب في المكان ده وقادر ان هو يؤدي اداء مميز. طبعا طبعا طبعا. طيب عايزين برضو نعرف رايك في البطوله نفسها، بطوله كاس الرابطه، هذه البطوله اللي يعني استجدت في الفتره الاخيره واللي اضيفت لمنظومه وخريطه البطولات في مصر، شايفها الى اي درجه هتكون مفيده؟ انا شايفها ان هي مفيده للجهاز الفنيه، ان هي بتفضل تشوف اللاعب البديل اللي عنده، يبدأ يدخله في الماتشات. في لعيبه بتبقى راجعه من الاصابه، لعيبه جايه في مثلا في صفقات يناير برضه يدخلها في وسط الفرقه. كل انا من وجهه نظري كل ما حدش من الانديه كلها عينه ان هو مثلا تركيزه الاول انه ياخد البطوله، لا كل تركيز ان انا بعمل تيم كويس عشان عندي بطوله الدوري جايه صعبه جدا، فانا بشتغل مع المجموعه دي اللي هي اذا كانت جايه لي في يناير، اذا كان قطاع الناشئين، اذا كان اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، ببدا أأهلها لمباراة الجاية الدوري إن شاء الله.